السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وفي صفحتكم ومن محلكم أثاث الثقة. وكما راكم تشوفوا في الصورة كالعادة، لديكم صالون جديد تحت اسم لو صالون تايجر. دونك نروحوا نشوفوه بلي ديتاي. قبل ما نبداو ابونيو معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كل الجديد تاع أثاث الثقة. الحاجة الأولى راح نبداو بها هي لي بونكات تاع 3 بلاص. في هذا لو صالون راح نصيبوا دو بونكات بلي ميم ميزور في 3 بلاص، يعني حاجه اللي ما تعودناش عليها في لي صالون. بالنسبه لهذا لو صالون كذلك راهو مخدوم دو ديفيرون تيسي، لو تيسي كلاود مع لو تيسي كاستيلو. صالون تحفه من ناحيه لي تيسي، تحفه من ناحيه الالوان. كما انا نشوفوا البونكات تاع دو بلاص تاعو بلي دي طاي الظهر تاعو راهو بيان بيان فيني. بالنسبه للي تيسي اللي هضرنا عليه هو لي تيسي كاستيلو مع لي تيسي كلاود اللي خرجوا بزاف بزاف هايلي في هذا الصالون، يعني تناسق كبير انا نشوفه في لي تيسي، يعني دو ديفيرون تيسي في لو ميم صالون. بالنسبه لي بي كامل راهم بالفير فورجي، يعني حاجه بيان سوليد. راهو كذلك رونفورسي في الميليو ام بي كما راهم تشوفوا. بالنسبه لي جوتي كذلك، ودائما راح تدوهم مع لو صالون تاعكم. دي جوتي كذلك مانيفيك اللي يعني على حساب التصميم تاعهم سمينا لكم لو صالون تايجر. بالنسبه لي كوتي تاع لو صالون راح نصيبوا فيه هذاك لو موتيف اللي خرج روعه، يعني لي كوتي تاع لي زاكودوار تاع لو صالون تاعنا راهم اناقه بالبزاف. فيهم دو كاري بلوتوسي كاستيلو اونتوري كامل بهذيك لاكالون بالدوري، يعني صالون بالدوري وبالمارون خرج بزاف بزاف هايل. وبالنسبه لا فينيسيون كذلك اللي عاودناكم بها في لافون في لاريير في لي كوتي تاع لو صالون تاعكم، يعني من ناحيه لا فينيسيون لا سوليديتي ما نهضروش عليها. بالنسبه للظهر تاعو ميم كي ميكونش عندكم حيط يغطيكم على لو صالون تاعكم، لو صالون تاعكم راح يجيب بزاف بزاف شباب، لانه حتى لو ديزاين راهو مكمل حتى للظهر تاع لو صالون تاعنا. بالنسبه للان بلاس، اون بلاس كذلك راهي فخمه. الاي بلاس ما يجي فيها حتى جوتي كما راكم تشوفوا، لي بي بالفير فورجي. هنايا راح نصيبوا لو تيسي كاستيلو كامل في الظهر وايضا في لي كوتي تاع لو صالون كما راكم تشوفوا. بالنسبه للتناسق تاع هذوما لي دو تيسي، يعني خرج بزاف بزاف شباب، يعني الحاجه اللي ما تعودناش عليها، الحاجه اللي ما شفناهاش بزاف. وكذلك الظهر تاعو راه مكمل كامل بهذاك لو تيسي. رافينيسيون دائما اللي عاودناكم بها، الخيط ما يبانش كومبليتمون. هذا هو لو صالون تايجر، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. بالنسبه للسعر تاع هذا لو صالون 17 مليون و 800 17 مليون ويصون. النقل راهو مجاني ل 58 ولاية كالعادة، يعني وين ما كنتو يوصلكم الصالون تاعكم، وحتى يوصلكم الصالون تاعكم باش تخلصوا. ان شاء الله تكون الفيديو تاع اليوم نالت اعجابكم، ان شاء الله لو صالون تايجر يكون نال اعجابكم. للحجز او الاستفسار معكم غير تتواصلوا بنا عبر الارقام اللي راهي ظاهرة اسفل الشاشة. شكرا الاخ محمد على هذا الشرح الجميل، والان نترككم تشوفوا الالوان اللي راهو ديسبونيبل في هذا لو صالون. خاوتنا كما شفتوا في البداية كاين 3 كولور ديسبونيبل، حاجه ما شاء الله كولور شابه على الاخرى كما راكم تشوفوا. سينو الارقام راهم دائما اسفل الشاشه، اللي حاب يستفسر او يحجز عليه فقط يتصل بنا، رانا هنا في خدمتكم 24 ساعه على 24 ساعه. وفي الاخير شكرا لكم على متابعه الفيديو، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. وبعد الكلام سلام.